شكرا جزيلا. شكرا معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، شكرا على دعمكم القوي للمنظمة. نشكر مصر أيضا للدعم السياسي للمنظمة وأيضا لدعمها في تقديم مساعدة لحل المشكلة الخاصة بأزمة الفلسطينيين والتحديات الكبيرة في المنطقة. لقد ناقشنا صباح اليوم الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة في غزة، والذي أصفها دائما بأنها أزمة غير عادية. فلننظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا، وفي 4 أشهر لدينا أطفال قتلوا في غزة، وعددهم الحقيقة يتعدى ويتجاوز عدد أطفال اللي قتلوا في جميع الحروب الأخرى. انظروا إلى عدد الصحفيين الذين قتلوا، وأيضا موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا. حقيقة إنها أزمة غير مسبوقة. تحدثنا صباح اليوم أيضا عن أيضا المجاعة التي تلوح في الأفق في غزة على مدار الشهرين الماضيين. هناك بالطبع أصوات تتعالى وتقول أن المجاعة تنتشر في غزة، وهي بالطبع من صنع البشر، من صنع الإنسان، وهي تضرب المنطقة، وهذه المنطقة لم تمر بهذه التجربة وهي المجاعة من قبل، ولن يفلت منها أي شخص في غزة. الأسبوع الماضي سمعنا أن اليونيسف أشارت أن افتقار التغذية بين الأطفال هي قد تضاعفت في شهر واحد، رغم أننا نحذر مرارا وتكرارا من انتشار المجاعة، وعلينا أن نرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية. مع نهاية يناير محكمة العدل الدولية أصدرت أمرا للمحكمة تضمن دعوة لزيادة المساعدة الإنسانية، ومع هذه الدعوة لزيادة المساعدات رغم ذلك انخفضت بحوالي 50%، وفي مارس زادت إلى مستوى الذي كانت عليه في يناير فقط. هذا يعني أننا نتسابق مع الزمن في محاولة مواجهة تأثير انتشار المجاعة والجوع في غزة، وسيتم إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في غزة، وأخشى أن هذه البيانات قد لا تشير أي تحسن في الوضع، بل على العكس هناك تدهور متوقع، ولكن سنتأكد من ذلك عند إطلاق هذه البيانات. وكما أشار معالي الوزير الخارجية المصري، هذا صحيح أن الأمم المتحدة الحقيقة قد دفعت ثمنا باهظا في غزة، إضافة إلى موظفي الأونروا الذين قتلوا. لدينا أكثر من 150 من منشآتنا تم ضربها وتدميرها تماما، أكثر من 400 شخص تم قتلهم أثناء سعيهم للحصول على الحماية من العلم الأزرق المتحدة، وأكثر من 1000 شخص أصيبوا. وعند إخلاء هذه المنشآت تم استخدامها أيضا لأغراض عسكرية، ونعرف أنها تم إلقاء القبض على عدد من الموظفين وخضعوا لمعاملة سيئة ومهينة أثناء التحقيق الشديد. نتمنى أن يكون هناك مجلس للتحقيق لتحقيق في هذا فيما حدث للأمم المتحدة في غزة. معالي وزير الخارجية المصري أشار
إلى 12 مضافا تم اتهامهم بالاشتراك في المذبحة في 7 أكتوبر، ولدينا تحقيقا جاريا في محاولة معرفة الحقائق. لا نعرف مخرجات هذا التحقيق بعد، ولكن عند خروج هذه النتائج سيتم الإعلان عنها. وبالتوازي مع ذلك لدينا استعراض كامل ومراجعة كاملة للوكالة والمنظمة لمراجعة قدراتها لمواجهة المخاطر، وتم إناطة مؤسسة تحت مظلة ورئاسة كاترين فرانس، وهي وزير الخارجية الفرنسية السابقة، ومع حلول 20 إبريل، وسيتم إتمام العمل هذا الأسبوع، وسيخرج التقرير 20 إبريل، لأن هذان العمليتان يسمحان لمجموعة من المانحين الذين أوقفوا مساعداتهم لوكالة الغوث للعودة واستعادة تغذيتهم للمساعدات والتمويل للمنظمة، مثل مثلا الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك.